لو الحكاية فيها إن فيجو. الصحافة حضرتك قرية كفر جعفر النهاردة المفترض ان هي بتقول نعم للدستور وتنظم مؤتمر حاشد لنعم للدستور ولا تأييد الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. عايزين نعرف سيادتك رغم علمنا ان النهاردة ان جت اشارة من دواعي امنية ان لم يكتمل هذا المؤتمر، فعايزين نعرف من حضرتك استكمال المؤتمر بالفعل سوف يستكمل ام هي بالفعل احنا زي ما نمل علمنا ان احنا في قرية هي معقل لجماعة الاخوان وخوفا من عدم الاحتكاكات والأعمال العنف والإرهاب سوف يلغى المؤتمر إن شاء الله بإذن الله بمشيئة الله. استكمل المؤتمر كفر جعفر مسؤول واحد وكل واحد بيبقى له رأيه، احنا بنقول نعم للدستور، كفر جعفر بنقول نعم للدستور، استكمال مسيرة عشان الناس تعيش عشان خاطر الغلابة اللي موجودين واخد بال حضرتك. أما بالنسبة إن المؤتمر يتلغى المؤتمر ما اتلغاش والناس على وصول في الطريق، وإحنا وكفر جعفر بنقول نعم للدستور باستكمال المسيرة. هل المؤتمر لحشده هل بيقول تأييد الفريق الأول عبد الفتاح السيسي؟ طبعا بالطبع احنا ولا نعم للدستور فقط؟ نعم للدستور أولا وبعد كده تأييد الفريق عبد الفتاح السيسي، لأنه هو الشخصية الوحيدة اللي موجودة على الساحة النهاردة، لأن الشعب المصري كله حاط ثقته فيه، وإن شاء الله بإذن الله مصر الأمام مع الفريق عبد الفتاح السيسي. شكرا.